بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة development of the kidney. أنت في سنة أولى درست، آخر حاجة درستها كانت gastric، والgastric كانت عبارة عن إيه؟ الـ outer layer ectoderm، والميزوديرم عبارة عن medial ميزوديرم و intermediate ميزوديرم و lateral ميزوديرم. الطبقتين دول لاترال ميزوديرم، واحده بره سوماتيك ميزو سوماتو ميزوديرم، واحده جوه سبلانكنيك ميزوديرم. الطبقه الداخليه دي عباره عن الاندوديرم. الجاستر دي بقى هيطلع منها كل السيستم اللي موجوده في البادي. طبعا اليورينال سيستم عموما كله هيبدا بالديفلوبمنت اوف ذا كيدني. ليه يبدا منين؟ من الانترميديت ميزوديرم. يبقى الانترميديت ميزوديرم دي هي اللي هتدي الكيدني، بس بتيجي على كذا مرحله. خد بالك، احنا برضو كان كلامنا ان احنا قلنا ان في الفتره ديت اللي هي الجاسترولا بتبقى مكونه من مجموعه من الصومايت، والصومايت ده كروس سكشن في الصومايت بيبقى ليها عدد. العدد بتاع الصومايت على كل مستوى مثلا من 1 ل 28، من 1 ل 14، 1 ل 28 وهكذا، اللي هي بتبقى زي السلميات كده. فهنقول ايه؟ اول الديفلوبمنت اوف ذا كيدني ادي الانترميديت ميزوديرم، دي الميديال ميزوديرم، انترميديت ميزوديرم، والاثنين طبقتين دول عباره عن ليس بلانكنيك، بيبقى عباره عن اللي هي اللاترال ميزوديرم، طبقه داخليه سبلانكنيك ميزوديرم، طبقه خارجيه هتبقى سوماتيك ميزوديرم. الكبد اللي موجود في النص اللي هو سيلوميك كافيتي. بيبدا الاول عشان الكدني تتعمل بيحصل ايه؟ ثلاث حاجات. الاول يتعمل برونفروس، وبعدين تختفي، وبعدين تحل محلها ميزونفروس وتختفي، وبعدين يحل محلها ميتانفروس اللي هي البيرمننت كدني في المبنى. البرونيفروس دي او البرونيفروس دي بتبقى موجوده بيرمننت فين؟ في الانفيوكسس واللور فيشن. دول بتبقى بتتعمل برونيفروس، ومفيش حاجه بقى اسمها ميزو ولا ميتا في هذه الحيوانات. هي البرونيفروس هي البيرمننت داكت في الحيوانات دي. الميزونيفروس البرونيفروس تحول فيها الميزونيفروس. الميزونيفروس بيرمننت في الانفيبيا، يعني هتبقى هي الميزونيفروس دي هي اللي موجوده عباره عن الكيدني اوف ذا انفيبيا. تختفي وتظهر بقى الميتانيفروس دي فين؟ في المامالز وفي البيرز. يبقى احنا نتفق ان لما اجي اقول مثلا هي البرونيفروس بيرمننت كيدني ان انفيبيا تبقى غلط، لان كل الامتحانات بعد كده تبقى صح وغلط واختيارات، فتبقى تاخد بالك. احنا ممكن نقول لك برونيفروس از بيرمننت كيدني اوف ذا امفيبيان او ذا مامالز، تبقى تاخد بالك من كده. احنا بنقول ايه؟ احنا اتكلمنا وقلنا الجسر عباره عن صومايت. البرونيفروس هتبقى قصاد الصومايت فين؟ من 5 لـ16 صومايت في التور في البيرتس، وبتظهر في 36 ساعة من الانكوبيشن. يعني نحط الاكس في الانكوبيتور، بعد 36 ساعة يبدأ ظهور البرونيفروس على شكل ايه؟ او في السومايت رقم كام؟ من 5 لـ16. قبل كده مفيش وبعد كده مفيش، يبقى من 5 لـ16 هيظهر برونيفروس في البيرت. طب في المامل عموما يعني هيبقى من 7 لـ14، من 7 لـ14. طب امال من 1 لـ6 فين؟ ما ظهرش فيهم حاجه ولا بعد ال 14. يبقى اذا الديفلوبمنت اوف ذا برونيفروس بتبقى ات ذا ليفل اوف ذا فيفث او 16
سومايف قعد 36 ساعة أو 36 أورز في البيردس، ومن ال 7 لل 40 فين في المد. من ايه بقى الظهور؟ يبقى احنا عرفنا مستوى الصمايت اللي هيبدا عندها تركيب او تكوين البرونيف. منين؟ من الانترميديت ميزوديرم. يحصل ايه؟ يحصل ديفلوبمنت في الانترميديت ميزوديرم عند مستوى الصمايت بقى اللي احنا قلناه عشان ما نكررش، على شكل بد بنسميها برونيفريك بد. برونيفريك بد، البرونيفريك بد سيبريتد فروم ذا ميديال ميزوديرم، تنفصل عن الميديال ميزوديرم، تويستد الونجيتد اند كانالايز. وبعدين جوين للسلوم الكافتي، تفضل اللاترال ميزوديرم بطبقتينها اللي هي السبلانكينج والسوماتيك بالتجويف بتاعهم، هي اللي متصله بالبرونيفريك. خد بالك البرونيفريك داك البرونيفريك بض قلنا هيلونجيتد وتويستد وكانالايز، وليها اتنين اند دي جوين او السيبريتد فروم الميديال ميزوديرم، وبعدين الكونكتد اند دي اوبن انتو سيلوميك كافيتي. يبقى دلوقتي الفتحه بتاع التيوب اللي اتعملت دي اللي بنسميها برونيفريك تيوبيولز. البرونيفريك تيوبيولز دي اند منها تروح فتحه على السيلوميك كافيتي، والاند الثانيه خد بالك بقى دي احنا قلنا سيجمنت، يبقى الفري اند بتاعتها جوين ذا فولوينج وان، يبقى هتلحم مع اللي بعديها واللي بعديها مع اللي بعديها وهكذا، تقوم تعمل انبوبه طوليه اللي بنسميها برو نفريك داكت. دي برو نفريك جت منين؟ من الكونكشن او الجوينينج او برو نفريك الفري اند او برو نفريك تيوبيود ويز ايتش اذر، بس خد بالك عند مستوى السومايت اللي احنا قلناه. يبقى الاند دي يعني اذا افتكر مثلا انها رينج وراها رينج وراها رينج، لما جوينينج ويز ايتش اذر فورم داكت، والداكت نسميها برو نفريك داكت، واحده شمال واحده يمين. وادي البرو نفريك بتوبيول زي ما هي. طب هاو ذا يورين از فورمد ان برونيف؟ في البرونيفروس اليورين هتكون ازاي؟ هيحصل اكستنشن من البلاد فيزلز فروم ذا اورتا تو بي كونتاكت، وبعدين طبعا برانش وكونتاكت مع السبلانكنيك لاير اوف ميزوديرم. يبقى نقول تاني، في برانش يجي من الاورتا يتفرع كذا فرع ويا جاست كونتاكت مع السبلانكنيك ميزوديرم. يعني ايه؟ يعني الطفت اوف بلاد فيزلز او النتورك اوف بلاد فيزلز اللي جايه من الاورتا هتبقى كونتاكت مع السبلانكنيك ميزوديرم. الحته دي بنسميها اكسترنال جلوميرولس، هي ما دخلتش في باومنز كبسول ولا دخلت في ميزونفريك كبسول، ده هي دوبك جاست كونتاكت على السبلانكنيك ميزوديرم. طب اليورين يتعمل ازاي؟ هيحصل فلتريشن من الاكسترنال جلوميرولس. فين؟ في السيلوم الكافيتي في التجويف البطن، وبعدين يتسحب للبرو نفريك تيوبيول يعدي منها، وبعدين يصب في البرو نفريك داكت، ومن البرو نفريك داكت على خارج الجسم عن طريق الكلوات. يبقى اذا الجلوميرولس هنا اكسترن، وبعدين اليورين مش هيبقى السكريشن بتاعه في السيلوم الكافيتي في التجويف، وبعدين يتسحب على البرو نفريك تيوبيولز، والبرونيفريك تيوبيولز للبرونيفريك داكت للكلوك. ولذلك هنا اليورين هنا هو بيختلط بال بتاع ده الفلويد بتاع السلوم الكافيتي. مين يسحب اليورين من السلوم الكافيتي يوديه للبرونيفريك تيوبيول؟ بيبقى نوع عند الكونكشن ده سيليا بتعمل ايه؟ بتعمل درو الفلويد او اليورين للبرونيفريك تيوبيولز، وبنسميها نفروستوم. دي يبقى الشكل تاني، يبقى ده البرونيفريك
تيوبيولز اهم صفين هم من. وكل واحده داخلها بقى طبعا اكسترنال جلوميرولز زي ما احنا اتكلمنا، وبعدين تصب في البرونيفريك داكت على الكلواكة على بره الجسم. الشكل ده هي البرونيفروسفين في الامفيبيان واللور فيش. هي دي الكدني البيرمننت كدني فيها. طب بقيه الحيوانات هيحصل ايه؟ ده دي مرحله اوليه هتختفي ويجي يحل محلها الميزونيفروس. ايه بقى ديفلوبمنت اوف ميزونيفروس؟ سهله جدا، خد بالك منين؟ برضو نفس الكلام الانترميديات ميزودير، بس بعد مستوى الستاشر في البيردس وبعد مستوى الاربعتاشر في الماملز. احنا يبقى احنا استهلكنا الانترميديات ميزودير في البرونيفروس عند مستوى سومايت زي ما اتكلمنا قبل كده لحد الستاشر في البيردس والاربعتاشر في الماملز، تختفي ويحل محلها ميزونيفروس. يبقى نعرف الاول ان الميزونيفروس بيرمننت كيدني اوف امفيبيان، هي دي الكيدني النهائيه في الامفيبيان. طب والمامالز؟ لا، ده هتختفي ويحل محلها الميتانيفروس. ايه بقى اللي حصل في هذا الموضوع؟ خد بالك بقى، الاول دي الاول دول اللي هي البرونيفريك داكت اللي اتكونت في البرونيفروس بيرزيستنت زي هي وتعمل ميزونيفريك داكت اثنين، واحده شمال واحده يمين. يعني هي البرونيفروس داكت البرونيفريك داكت هي هتتحول لميزونيفريك داكت. كويس جدا. وبعدين الانترميديت ميزودير اهي يحصل فيها ماس اكستنشن منها بروسيت. طبعا انت عارف ان البروف بيحصل بروفيشن في الانترميديت ميزودير، وتعمل زي ما عملت بض في البرونيفروس هتعمل هنا ماس بنسميها ميزونيفريك ماس. ده على مستوى كل ايه؟ كل سومايت. من ايه؟ ده من ال 14 لل 28. الماسس ده ايه؟ هتروح كونكتد ويز اتش اذر، لحمه مع بعض. وبعدين تعمل كوردز بنسميه ميزو نفريك كوردز. يبقى في ميزو نفريك ماس هتطلع من الانترميديات ميزودير كونكتد ويز اتش اذر فور ميزو نفريك كورد، برضو اتنين كورد، واحد شمال واحد يمين. ده مين؟ ده اللي هي الكور. مين عمله؟ مين الماس؟ ميزونيفريك ماس من عندي برضه والله ما تنساش، من 14 ل 28 فيوز اتش اذر عملت كورد كونتينوس كور اللي هو الميزونيفريك كور. وبعدين الميزونيفريك كورد ده هو سيجمنتد. الله سيجمنتد لماس تانية اسمها سفيريكال ماس. كام واحدة؟ 80 واحدة. طب ايه الحكمة يعني ان دول فيوزد وبعدين يرجعوا تاني يتقسموا ديفايدد ل 80؟ ان هو عايز الكورد ده اصلا هو اتكون من ال 14 لل 28 يعني على مستوى 14 سومات. يعني معنى كده معاك 14 ميزونيفريك ماس. ال 14 ميزونيفريك ماس ده هم لما عملوا كورد انقسموا ل 80، يعني معنى كده كل صومايت هتبقى فيها 2 او 3 4 من السفيريكال ماس. يبقى خد بقى انا زودت العدد بدل ال 14 بقى ال 80، اتحدوا وبقى تاني ايه؟ هيتقسموا تاني لماس، وكل ماس بنسميها السفيريكال ماس. 80 شمال و80 يمين. خد بالك بقى كل واحده من المي السفيريكال ماس دهيت كانالايز وتويستد الونجيتد اند فورم ميزونيفريك تيوبولز. الله، يعني دي سفيريكال ماس هارود اوت تتجوف او كانالايز والونجيتد
وتويستد فورم ميزو نفريك تيوبيول. وان اند جوين مين؟ الميزو نفريك دكت. واحنا اتكلمنا ان الميزو نفريك دكت دي هي البرو نفريك دكت. الاذر اند اوف ايتش تيوبيول انفاجينيتد، يبقى حصل بقى ايه؟ ده حاجه تانية. جاب لها برانش من الاورطة خش على الفري اند ده بتاع الميزو نفريك تيوبيول، حصل ايه؟ انفاجينيشن اند فورم ميزو نفريك كبسول. يبقى اذا البلاد بريزنس جت من الاورطه وتفرعت وخلت الفري اند انفاجينيتد، عملت كبسول وسميها ميزو نفريك كبسول. والبلاد فيزلز دهيت لما جت خشت في الباونز في الميزو نفريك كبسول عملت انترنال جلوميرولوس. يبقى انترنال ليه سميناها ديكها في البرونيفروس؟ يا دوبك بلاد فيزلز كونتاكت مع البلانكنيك ميزو دير. انما في الميزو نفريك ده في الميزو نفروس البلاد فيزلز دخلت في الميزو نفريك كبسول فعمل الجلوميرولاس، والجلوميرولاس نسميها ميزو نفريك جلوميرولاس. يبقى دلوقتي ده بقى في ميزو نفريك كورباسل. عباره عن ايه؟ عباره عن ميزو نفريك كبسول وبداخلها انترنال جلوميرولاس. طب اليورين هيتعمل ازاي؟ هيحصل بقى انفلتريشن طبعا لازمه، هتخش في الميزو نفريك تيوبيول على الميزو نفريك تيوبيول، تخش على الميزو نفريك دكت على القلواقة على خارج الجسم. ده مين؟ ده البيرمننت كيدني ان امفيبيا. هي في البرمات والضفادع والحاجات دي هي دي الكيدني بتاعتها، مش هتستمر على هذا الوضع، والسكريشن هيبقى عبارة عن نرسم لك رسمة تانية اهي. ادي الانترنال جلوميرولس وادي الميزونفريك كبسول، ميزونفريك تيوبيول، ميزونفريك داك، كل واقع على برضه الجسم. طب الماملز؟ لا الماملز بقى بعد ما اتعمل كده، بعد ما اتعملت الميزونفرو هتديسابير وريبليسد بالميتانفروس. طب هو الميزونيفروس لما نيجي نقول قلب، هو ايه بقى الفرق بين البرونيفروس والميزونيفروس؟ دي بقى هنقول دي كانت كونت عن السمايت كام ودي تكونت عن السمايت كام. هناك كان كل سمايت كونتين وان واحد برونيفريك تيوبيول، هنا كل سمايت كونتين اتنين تلاتة من الميزونيفريك تيوبيول. البرونيفروس في البوزيشن بتاعها بتبقى كرينيال، هي بتبقى كودلي، بتمتد بعد ال 14 في الماملز فين لحد ال 28، تبقى لارج انسايد، دي سمول ودي لارج. الجلوميرولس هناك كانت اكسترنال جلوميرولس، لا ده هنا انترنال جلوميرولس، لان اتعمل لها ميزونفريك كبسول. طبعا هنقول برضو ديكا البرونيفروس دي بيرمننت كيدني في الانفيوكسس واللور فيشز، انما الميزونيفروس دي بتبقى ديفلوبد او بيرمننت كيدني او فانكشنال كيدني في الامفيبيان، وتمبرال فين؟ في الماملز، لان لسه هتحل محلها حاجه تانية اللي هي الميتانفروس. هنتكلم على الديفلوبمنت اوف ميتا نفس. الميتا نفس ده اللي هي البيرمننت كيدني امام، خد بالك بقى انت في الهيستولوجي وشرح لك في الكيدني ان بيبقى فيه كوندكتنج سيستم اللي هو التيوبول والدكت اللي هي بتنقل اليورين للايه للرينال بلفيس. تداب الجزء ده اللي هو بين البول ده لغايه اليوريتر، المجموعه دي كلها بنسميها كوندكتنج سيستم. وسكريتوري سيستم اللي هو السكريتوري سيستم اللي هو عباره عن البارت من الكيدني اللي هو عباره عن النفرون اللي هو الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني.
يبقى انا عندي حاجه. وبعدين الكبسول الكونكتيف ده يبقى في تيوب يول وداكت اللي هي اصلا كانت بتعمل مضله اللي هو بنسميها كوندكتنج سيستم اوف ذا كيدني، وسكريتوري بارت اللي هو النفرون اللي هو هيفرز البول اصلا. طيب هيتعمل ازاي؟ ايه بقى الموضوع؟ احنا قلنا ان كل الانترميديت ميزوديرم لحد، خد بالك، لحد 28 صمايد عمل ميزونيف، خلاص انتهى الموضوع. يبقى اي حاجة هتتكون بعد كده بعد 28 صمايد عند الليفل بقى وكود الليفل بتاع الليفل بتاع الصمايد 28 يبدا ظهور. خد بالك بقى ان احنا هنتكلم على الكوندكتنج بارت الاول وبعدين نتكلم على السكريتوري بارت. يقوم يتعمل او تتكون بط بنسميها فين؟ يوريتريك بط. يبقى اليوريتريك بط ديفلوب فروم ميزونيفريك داكت ات ليفل كود ال 228 سوماي، يبقى وراها على طول. يقوم يطلع بط كده نسميها البط دي يوريتريك بض. طيب بعدين طلعت اليوريتريك بض، اليوريتريك بض دي متصله زي بايه؟ بالميزونيفريك دكت. اليوريتريك بض ده هي هتتجوف برضه بيبقى فيها كافيتي يوريتريك. نفس اليوريتريك بض دي في المرحله اللي بعديها هي يحصل افلاتن الونجيشن واكستنشن كده وتدي جزء امامي وجزء خلفي، كل واحد من دول بارسس كيلكس ميجر. يعني اليوريتريك بض كانالايز الونجيتد فلاتن بيكون فلاتن وديفايد لكرينيال بارت وكودال بارت، ده بنسميه كيلكس ميجر. وان انتيريور واحد بوزيتيريور. امال مين دي؟ دي الميزونيفريك داكت اللي احنا قلنا عليه، يبقى دي الميزونيفريك بط. دي اليوريتريك بط. اليوريتريك بط لما الونجيتد وفلاتند وديفايدد للكيلكس ميجور، واحد قدام وواحد ورا، ده اول حاجه. بعد كده خد بالك الكيلكس ميجور يروح متفرع فرعين، وكل فرع من دول نسميه كيلكس مين. بعدين الكليكس منه يتفرع فرعين ويتفرع بعديها فرعين، بعد عمل زي شجره اتقسم الموضوع ده ل 12 جيل، 12 جينيريشن. قال يعني اليوريتريك بط ادت ايه؟ ادت الكليكس ميجور كليكس مينور واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد 12 انقسام. يبقى احنا بنقول الكيلكس ميجور ديفايدد اند ري ديفايدد تل 12 جنريشن، تنقسم كذا لغايه الجيل ال 12 من الانقسام، بقت زي فروع شجره كده، 2 يدوا 3 يدوا 4 و4 يدوا 8 وهكذا لحد الجيل 12 جنريشن. خد بالك. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ عشان هنرجع ليك الكلام ده تاني. اللي حصل ان ال 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 خد بالك بقى، هنرجع تاني الجنريشن دلوقتي. يبقى انا عندي ال 12 انقسام، اولهم كيلكس ميجور واخرهم الايه الفرع ده، او اخر الكلام هنا هوت اللي هو الجيل 12 من التيوبيول. خد بالك دي تيوبيول كلها طلعت من اليوريتريك بط. طب ايه بقى الكيلكس مينور؟ الكيلكس مينور اللي هو انقسام، خلينا بقى نقول انقسام اول وثاني وثالث. الجنريشن الفيرست جنريشن والسكند جنريشن والسير والفورث تيكت. لو هي يوني بابيلاري كدني، يوني بابيلاري كدني انت درست بقى دوج وهورس، خدت بالك؟ لو يوني بابيلاري كدني نقول ايه في الحته دي؟ ان الـ الجزء ده اهو اللي هو بتاع البط ده تيكن اب، يروح واخد لحد الجيل الخامس، يعني كل ده اهو هيخش في التركيبه بتاع مين؟ بتاعه الرينال بيلبس
يعني ايه؟ يعني ما فيش لا كيلكس ميجور ولا مينور ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، واصبح الفيفث جنريشن اللي هو الجيل الخامس يصب مباشرة في الرينال بلفس. وهنا نقول عليها بقى يونيبابيلاري كده. يعني ايه يونيبابيلاري كده؟ يعني الجيل الخامس ده بقى هيدي البابيلاري داكت، والبابيلاري داكت هتصب دايركت في الرينال بلفس. والاجيال ده هما لغايه من واحد لاربعه بنقول انهم انجلد او تيكن اب باي في رينال بلفس، كل ده هيخش في الرينال بلفس، ومفيش بقى عندنا لا ميجور ولا مينور ولا الكلام ده. طب لو مالتي بابيلاري كيدني زي الرومن الاوكس ايه اللي حصل؟ ده اللي حصل فضل الجيل الاول كيلكس ميجور، الجيل الثاني كيلكس مينور. بس خد بالك كيلكس مينور تيكن اب اللي هو بقى انقسام رقم اتنين هياخد التالت والرابع فين؟ في الكيلكس مينور، ويصبح البابيلاري داكت اللي هو الجيل الخامس يروح صابب مباشرة في الكيلكس مينور. يبقى خد بالك الاول والتاني والتالت والرابع جنريشن في اليوني بابيلاري تيكن اب في رينال بلفس، خش في تركيب رينال بلفس، ويبقى الخامس ده اللي هو هيعمل بابيلاري داكت يصب مباشرة في الرينال بلفس. يبقى خلصت المشكلة بتاع اليوني بابيلاري. اما المالتي بابيلاري هيفضل الاولان كيلكس مينور ويفضل التاني كيلكس مينور، بس الجيل التالت والرابع تيكن اب باي كيلكس مينور. مفيش بقى جيل تالت ورابع خشوا في تركيبه الكيلكس مينور، واصبحت البابيلاري داكت اوبن دايركتلي انتو كيلكس مينور، وهنا سميناها مالتي بابيلاري كده. يعني ايه مالتي؟ بقول اللي بابيلاري داكت بتصب في كيلكس مينور. طب بقيه اليوريتريك باد هي ادت بقى قلنا فلاتن واكستندد ومعرفش ايه، ودت كيلكس ميجور، ودخلنا في الفروع اللي احنا قلناها دي. بقيته بقى في الرينال هنا اهو، بقيه الكاف ده هيدي الرينال بلبس، والجزء الثاني ده هيدي يوريتر قلب. يبقى معنى كده اليوريتر وبعدين اليوريتر رينال بلبس وبعدين الكوندكتنج داكت، كل الداكت كلها اللي هي فورم المظله بتاع الكدني، كل ده طلع منين؟ من اليوريتريك باد. يبقى ما اقول لك هو هي اليوريتريك باد دي او فيت اوف يوريتريك باد، ما اقول لك فيت يعني مصير اليوريتريك باد دي ادت ايه؟ لا ده ادت كتير، ادت يوريتر ودت رينال بلفس ودت بقى اللي بنسميه كوندكتنج بارت اوف ذا كيدني. الكوندكتنج بارت اللي هو التيوبيولز والدكت اللي هتجيب اليورين من النفرون توصله ليه؟ للرينال بلفس. يبقى ده سوري لليورين. يبقى كل الجزء المتوصل ده طلع من اليوريتريك بارت. ما نقول لك فيه. طب انا هعكس لك الكلام، هقول لك يوريتر ذا بريموردي اوف ذا يوريتر. فين البريموردي اوف ايه؟ طالع منين يعني؟ اما اقول لك بريموردي يعني منشأه مين؟ مين اللي اداه اصلا؟ يبقى هتقول لي اليوريتريك بارت. طب الكيلكس مينو لو اتخبسنا يقول لك طب هو الكيلكس مينو، يبقى الكيلكس مينو ديفيلوبد برضه فروم يوريتريك بارت. يبقى دي الحاجات اليوريتريك بارت ادت كل الكوندكتنج سيستم اوف ذا. ممكن ارجع اقول لك هو البابيلاري داكت طلع من ايه؟ مش هقول لك بقى كوندكتنج سيستم اوف كيدني، هقول لك البابيلاري داكت طلع من ايه؟ البابيلاري داكت هيطلع من الجيل الخامس او الفيرست جنريشن برضه منين؟ من اليوريتريك باد. خد بالك بقى في حكايه صح وغلط والكلام اللي احنا بنجيبه لك في الامتحان. نيجي بقى للديفلوبمنت اوف نيفرون اللي هو الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني اللي هو هيقوم بقى بشغل الفورميشن اوف ذا يورين. ايه بقى الموضوع؟ انا قلت لك اليوريتريك باد طلعت من الميزو نيفريك داكت ها عند ال 28 سم. في هنا بتتكون خد من الانترميديت ميزو برضه، انترميديت ميزو ديرم
بس فين؟ كودل 2 ال 28 صباح. الانترميديت ديرم دهيت هتعمل ماس كبيره، والماس ده بنسميها ميتا نفريك ماس، اللي هي الجزء المغطي. الميتا نفريك ماس ده اهي فور، هتيجي ايه بقى؟ كيبد اون، يعني تروح مع الكبيره دي كيبد اون يوريتريك بط. الماس دي اللي هي بنسميها ميتا نفريك ماس، اللي هي جايه من الانترميديت ميزودير عند بعد ال 18 او قصاد ال 18 وما بعدها، تعمل كاب على اليوريتريك بط، فدي بنسميها ميتا نفريك او ميتا نفروجينيك ماس. ميتا نفروجينيك ماس، الميتا نفروجينيك ماس ده هي عباره عن انترميديت ديفرنشيتد انتو تو لاير، اوتر لاير وانر لاير. انا كلامي بقى دلوقتي فين؟ هتكلم، سيب بقى الاوتر لاير نتكلم على الانر لاير. طيب ايه اللي حصل؟ الايه الانر لاير بتاع الميتا نفروجينيك ماس ده اهي، خد بالك، ديفايد and redivide according the division of urethric bud. يعني ايه؟ كل ما اليوريتريك بود يدي فرعين، الانترنال لاير دي تدي حتتين ماس كده، كل تتقاسم تنقسم 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 لغايه ال 12 جنريشن، جيل 12 هيبقى كل تيوبيول من دهيت متغطيه بماس صغيرة 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 زي شجرة كده، فروع شجرة، وكل نهاية فرع ثمرة. الثمرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الميتا نفروجينيك اسفير. يبقى نتكلم على ماس غطت اليوريتريك بط، الماس دي سميناها ميتا نفروجينيك ماس ديفرنشيتد لانر لاير واوتر لاير. الانر لاير ديفايدد اند ريديفايدد اكوردنج تو ذا ديفيجن اوف يوريتريك بط. الاند ريزلت على اون ذا 12 جنريشن اللي هو اخر اخر انقسام ده او اخر جيل، هيبقى على الاند بتاعته ميتا نفروجينيك اسفير، حته صغيره كده بالانترميديت ميزو. طب وبعدين كل ماس من دهيت اهي زي انا بعملها لك اهو، هذا الماس اهي، دي السفيريكال ماس اللي هو الجيل 12، ايه حصل لها؟ هالو او 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 كانالايز، تتفرع وتدي فيزيكال، نسميها برضه نفس ميزو نيفروجينيك فيزيكال. الفيزيكال الونجيت اللونجيتد، بعدين تويستد، وبعدين يحصل لها ايه؟ وان اند اوف ذيس او الاند دي بتاع هي، خد بالك انها تيوب مقفوله، هي الفيزيكال والنجيتد بعدين تويستد، خدت بالك؟ بقت اس شيب تيوبيول، اس شيب تيوبيول. الفري اند بتاع كل واحده انفاجينيتد باي بلاد فيزلز، عملت انترنال جلوميرولس او عملت جلوميرولس، فرع جه من الرينال ارتري خش، حصل انفاجينيشن في الاند، عملت كبسول ميزونيفريك كبسول او باومانز ميتانيفرو ميتانيفريك كبسول او باومانز كبسول، يبقى الموزن كبسول باومانز كبسول، جت من الفري اند بتاع مين؟ بتاع التيوبول اللي هي بتاع الميتا نفروجينيك ماس، لما الونجيتد وتويستد وعملت اس شيب تيوبيول. الاس شيب تيوبيول ده وان اند اوف ذا تيوبيول انفاجينيتد باي انترنال جلوميرولس. لما بنقول الجلوميرولس مع الكبسول باومانز كبسول اللي بنسميها ميتا ايه؟ ميتا او بنسميها الكورباسل، رينال كورباسل، يبقى رينال كورباسل باومانز كبسول والجلوميرولس. وبعدين بقيه الاس شيب تيوبيول بقى فيرست بارت بتاعها الونجيتد وتويستد، بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، ديسيندنج لوب اوف هين، اسيندنج لوب اوف هين،
دست الكونفليتد تيوبيول وتخش على مين؟ على الجيل 12 بتاع الكوندكتنج سيستم اللي هو الكوليكتنج تيوبيول. يبقى الازرق ده كله جنين جه من السفيريكال ماس اللي هو النفرون. طب اما اجي بقى اقول لك هو البريمورديا بتاع النفرون ايه؟ يبقى البريمورديا بتاع النفرون ابوه مين؟ ابوه السفيريكال ماس اوف انترنال لير اوف ميتا نفروجينيك ماس. خد بالك ميتا نفروجينيك ماس. طب هو الانترنال لير في الاوتر لير؟ احنا قلنا الانترنال لير اهي عشان ما نطولش في الكلام اهي هي عباره عن ايدي سفيريكال ماس، والسفيريكال ماس ديفرنشيتد انتو النفرون. طب الاوتر؟ الاوتر لير ده الكونكتيف تيشو والكبسول بتاع الكبسول. لو هي ديفايدد خد بالك في الفيشر كيدني اللي احنا قلناها، قلنا الفيشر كيدني ده هي سببها ايه في الرومينان اللي حصل؟ ان الاوتر لير ديفايدد اند ري ديفايدد اكوردنج تو ذا ديفيجن اوف يوريتريك بات. كل اتقسم ازاي؟ الانقسام الانترنال لير والكوندكتنج بات، كل ده اتقسم حته هتلاقي حته اجزاء منفصله. اما اذا كانت كونتينوس وفيل ذا سبيس بتوين السفيريكال ماس بتاع الانترنال لير فتبقى السطح بتاعها سموث، نقول نسميها سموث كيدني. السطح بتاعها سموث ليه؟ عشان الاوتر لير ما انقسمتش زي ما انقسمت الانترنال لير. اما في الروميننت في بتاع في الاوكس في اللارج روميننت لا هتبقى فشل. عشان ايه؟ عشان الاوتر لير ديفايدد اكوردنج تو ديفيجن اوف انترنال لير، كل ما تنقسم تنقسم زيها، فلما انقسمت زيها ما بقتش سموث بقى، ده بقت اجزاء 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 اللي بنسميها مالتي بنسميها فشل كدني. ولذلك بنقول الكدني في اللارج روميننت ايه؟ بنقول عليها مالتي بابيلاري عشان فيها كليكس ميجور ومينو وصب في الجيل الخامس اللي هو البابيلاري داكت فنسميها مالتي بابيلاري. والاوتر لير انقسم زي ما انقسمت الانترنال لير بتاع الميتا نيفروجينيك ماس فسميناها ايه؟ فيشر. يبقى فيشر مالتي بابيلاري كده. اما في الهورس والدوج والبيج والشيب والجوت الكلام ده يبقى عامل ايه؟ نقول بقى ايه؟ نقول لا بقى ده هي بقت فيشر عشان انقسم سوري فيوزد بقى فضلت ما انقسمتش فبدت السموث كده عشان ما حصلش فيها ديفيجن زي ما حصل في الانترنال. يبقى خد بالك عشان تبقى عارف يعني ايه يوني بابيلاري ويعني ايه مالتي بابيلاري وسموث ليه؟ عشان الاوتر لير ما انقسمتش زي الهورس والدوج مثلا. وفيشر ليه؟ عشان الاوتر لير ديفايدد اكوردنج تو ديفيجن اوف انترنال لير فسميناها مالتي فيشر مالتي بابيلاري كده. دي الموجه السريع على اللي هو ديفلوبمنت اوف ذا كيدني. دي بقى اللي هي ايه؟ البيرمننت كيدني اوف ذا ماملز والبيردس. يبقى هنا عشان دي عشان خد بالك عشان الميتا نيفروس او البيرمننت كيدني اللي عندنا احنا في الهيومن تتعمل لازم تعمل برونيفروس تحل محلها ميزو نيفروس تحل محلها ميتا نيفروس. فدي البيرمننت كيدني عندنا. طب هي الميتا نيفروس موجوده في الامفيبيان صح ولا غلط؟ ده غلط. طب موجوده في الامفيوكسس؟ طب موجوده في اللور فيس؟ لا مش موجوده. انت خدت بالك انت ما عملتش اصلا. يبقى هتبقى موجوده ازاي؟ السؤال بيطرح نفسه هو اليوريتريك باد ديت ايه؟ انا هعملهم لك اهو جنب تحت وادي اليوريتريك باد ديت يورت ترينال بيلفس كالكسيميجور كالكسيمينو بابيلار داكت وبعدين كولكتنج تيوب. دي الدريفاتيفز اوف يوريتريك باد. يوريتريك